السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا متابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا أحلى تشيز كيك دايت، مكونات سهلة وبسيطة، إن شاء الله تجربوها. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، شكرا لكل تعليقاتكم الجميلة. المقادير معانا 250 جرام جبنة كريمي لايت، او ممكن تكون مكعبات لايت ونحسب منها 250 جرام. دي جبنة انا عاملاها في البيت قليلة الدسم بدون ملح هستعملها. وهنعوز معانا كمان 250 جرام زبادي لايت، وثلاث معالق سكر دايت بودر او 3 معالق سكر فركتوز، وفانيليا، ونص معلقة ليمون. وهنعوز باكو جيلي اي نكهه تفضليها، لو عايزاه لونه اوف وايت تجيب الجيل اناناس، انا جايبه هنا جيل فراوله. وهنعوز للارضيه بسكوت دايجستيف، ده احنا عاملينه على القناه بالشوفان، هتلاقوه ان شاء الله على القناه، حلو جدا. اهم حاجه بعد اي حاجه فيها شوفان نشرب بعديها بنص ساعه كوبايتين ميه عشان ناخد من فوائده، ينزل في المعده ينفش ويشبع. وهنعوز كمان نص كوباية مية دافية نحط ندوب بيها الجيلي. هنفضي الزبادي والجبنة، الجبنة دي احنا عاملينها في البيت ان شاء الله اعملها لكم برضو في حلقة قليلة الدسم، جبنة فيتا صحية جدا. والفانيليا والسكر البودر، حطينا كل حاجة ما عدا الجيلي سكر الدايت. هنحط كمان الليمون ونضرب كل ده. ضربناه كده بالشكل ده، هناخد المية السخنة 1/3 كوباية تقريبا وندوب فيها الجيلي كويس جدا. خدنا البسكوت اللي هو بسكوت الدايجستيف اللي احنا عاملينه في البيت اللي قلت لكم عليه، ضربناه في المطحنة بتاعت الخلاط لحد ما بقى رملي كده بالشكل ده، وضربنا القوام ده لحد ما ضربنا الخليط لحد ما وصل للقوام الكريمي ده. هناخد دلوقتي ودوبنا الجيلي في المية السخنة زي ما قلت لكم، هنقلبه كويس بس جدا نتأكد ان هو اختلط كويس، ونبدأ لازم نصفيه بمصفى. عشان التكتلات دي ما تنزلش تبوظ لنا التشيز كيك وتلاقي بعد كده مخرز من جوه ويبقى طعمه مش حلو وشكله مش حلو خالص. هنضرب بالمضرب تاني، هنفضل نضرب كده بالشكل ده. اهو هناخد البسكوت ده هنحط له دلوقتي شوية مية دافية بسيط عشان نخليه عامل زي وحدات الرمل كده، يبقى مندي ما يبقاش معجون قوي، مش محتاج ان احنا نحط له زبدة عشان تبقى سعراته قليلة جدا. لحد ما نحس ان هو مندي كده وحلو. بصوا كده اول ما ناخد شوية ونقفل ايدينا عليهم كده ونلاقيهم مسكوا، يبقى احنا هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ممكن ناخده بقى في صينية ونحطه في صينية عادي، بس انا حابة اقدمه النهاردة في قوالب كده تغيير. يعني نحط كده البسكوت ونضغط عليه، نتأكد ان احنا ضغطنا عليه كويس كده. ونسيبه في التلاجة 10 دقايق.
هناخد دلوقتي من الخليط اللي احنا عملناه ده ونحطه في القوالب. طبعا طريقة التقديم دي كل واحد حسب الرغبة، اللي عايز يحطه في صينية يحط، اللي عايز يحطه في قالب اللي هو بتاع تشيز كيك دي، بايركس، اي حاجة حسب الرغبة. عملناه بالشكل ده. اي علب عندك اي حاجة فكرة حلوة جدا، لو عيد ميلاد او مناسبة او عندك ضيوف مش لسه هتقطعي وتتعبي نفسك، وهندخله التلاجة لحد ما يجمد واوريه لكم. طلعناه كده من التلاجة، بصوا ماسك ازاي. احنا دلوقتي خدنا فراولة قطعناها وحطيناها على النار مع 3 معالق سكر فركتوز، واول ما غليت كتير كده شوية وقربت تنشف نزلت الصوص بتاعها، ما حطيناش عليها مية خالص، حطينا عليها عصرة ليمونة. ده الصوص النهائي اللي هنحطه على الوش. بالشكل ده كده ده كده الشكل النهائي، ان شاء الله تجربوه. اهم حاجة الصوص ده يكون برد. طبعا احنا بنجيبها من بره غالية جدا، عملناها بسعر اقتصادي. ان شاء الله تجربوها، لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم.